اللبن ده بس، مش عايز شوية اللبن بس عشان خاطري. تعرفي ان احنا الاتنين زي بعض، انت قضيتي مده طويله من غير راجل، وانا طول مده السجن كنت من غير ست، كنت حطاق. اكيد هو سجن ليه؟ الراجل محتاج لست زي ما الست محتاجه للراجل. ايوه بس المسائل دي ما بتشغلش تفكير الستات قد ما بتشغل تفكيركم انتوا. الحقيقه يا رجاله انتوا حاجه غريبه. غريبه ليك يا طال الشر. أنا بستغرب إزاي الراجل يتلهف على أي واحدة ست من غير ما يكون في بينهم حاجة. حاجة إيه؟ مزاج قريب مثلا، تفكير مشترك، علاقة قوية. المسألة دي بالنسبة لكم يا رجالة فيها شيء حيواني جدا. حيواني إزاي يعني؟ أي ست عندكم زي التانية. بصراحة مش كلهم. وفاء، من ساعة ما جيت وأنا عمال أهرب منك وأنت بتبعد عني، ياما حلمت بيك وأنا في السجن، اتحكالي عنك كتير، كنت بتخيل نفسي معاك في زنزانة لوحدينا. حتى من قبل ما اشوفك. المسألة تخصك ما تخصنيش. مش صحيح. أنا حاسس بيكي. زي ما أنت محتاجة لي أنا محتاج لك. كلها يومين وتبقى زي الفل. تعالى معايا شم منك شوية هوا هناك. معانا بره شاي يمكن تبقى احسن. لا اشربوا انتوا. طيب بس يا سيدي، كان كل يوم خناقه وعصبيه، ومرات كان بيمد ايده عليا عشان يعوض النقص اللي حاسس بيه. ما كانش ممكن استمر معاه اكتر من كده. طلبت الطلاق، كل الناس اعتبروني مجرمه إلا كامل، هو الوحيد اللي وقف جنبي. عمري ما حسيت بالحنان اللي معاه، هو أبويا وأخويا وحبيبي. كنت أتمنى أتجوز راجل زيه. أنا دوشتك حقيقي، أنا حاسة إنك أنت بقيت أكتر من أخ. ثلاثة شاي كهرمان آخر زاب زيادة أهو. شوفي يا حبيبي. نعم.
ندخل. انت ما تعرفهاش. مرات اخويا دي كل معجب بيها. احس ان انا ولا حاجه جنبها. تعرف توصل ازاي للي هي عايزاه. عرفت تلف دماغ اخويا وتخليه يتجوزها. بعديها حياته اتدربكت. ساب شغله وورط نفسه. ودخل السجن عشان يلبي لها طلباتها اللي ما بتنتهيش. ودلوقتي الهانم عايزه تنزل مصر وتبيع الارض وتعيش حياتها. انت ما بتفكريش تتجوزي تاني؟ انا ما بفكرش خلاص في حاجات. حاسه ان انا بقيت واحده تانيه. حاسه ان انا اتغيرت ونسيت نفسي. اتوحشت. اتوحشت ليه؟ بالعكس ده انت زي القمر. واضح ان الشمس ضربت في نفوخك.